السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي المشاهدين متابعي قناة أحمد شيف تك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تلقيت عدة رسائل بخصوص رقم خطأ وهو 8 1 0 0 6. هذا المشكل تعرض له بعض متابعي القناة. لحل هذا المشكل نذهب إلى إعدادات الشبكة، نذهب إلى كونيكسيون ا سيرفور ملتيميديا، هذا الخيار. بعض الإخوة يسألونني عن اللغة التي أتكلم بها، فأنا أتكلم اللغة العربية. بعض الأحيان أنطق كلمات بالفرنسية لأن جهازي بالفرنسية، لكن أطلب من هذه الإخوة أن ينتبهوا لما أفعل بعض الأحيان، حتى وإن نطقت كونيكسيون ا سيرفور ملتيميديا بالفرنسية، لكن الأمر سهل حتى لو كانت الكتابة بالإنجليزية أو بأي لغة أخرى. المهم أن نذهب إلى المكان الذي ذهبت إليه أنا، بعد ذلك نعمل ديزاكتيفي. كما ترون أنا قمت بالعملية ديزاكتيفي ونطقت ديزاكتيفي. أنت لا تنظر إلى ما أنطق به بل إلى ما أفعله. بعد ذلك نذهب إلى البارامتر كونيكسيون انترنت، نذهب الى بيرسوناليزي. هنا ان كانت لديكم كابل ار جي 45 تقوم عن طريق الكابل او عن طريق الواي فاي. بعد ذلك انا عندي لدي الواي فاي لا يظهر، لذلك ساقوم بعمل هذا الخيار. إن كان الواي فاي لديكم يظهر تقومون بعمل سكان وسيظهر الواي فاي، بعد ذلك تدخلون الرقم السري. أنا سأقوم بإدخال يدويا. هنا ندخل الرقم السري، هنا نترك كل شيء كما هو، هنا كذلك، لكن هنا حل المشكل. ندخل يدويا ونقوم بإدخال هنا، إما ندخل 8 8 8 وهنا كذلك 8 8 4 4. ندخل هذه الأرقام أو أرقام أخرى وهي 4 4 2 2 2 وتحت 4 2 2 2. بعد ذلك نترك كل الأمور كما هي، ne pas utiliser، activer، وبعد ذلك نقوم بعمل تيست للواي فاي للنت. كما ترون حتى وإن غيرت DNS هنا باقي الكونيكسيون انترنت، يعني النت لدي بدون أي مشاكل، وكذلك البي اس ان، حساب البي اس ان. ما عليكم إلا تطبيق الخطوات كما يجب وسيحل المشكل بإذن الله. يمكنكم كما قلت كذلك التغيير هنا، يمكنكم كذلك وضع 4 4 2 2 2 4 4 2
اثنان اثنان. ثم نترك كل شيء كما هو. نقوم بعمل تيست للنت. وكما ترون نجح كل شيء. هنا الاي بي وكذلك الكونكسيون انترنت والبي اس ان. ما عليكم احبابي في الله اما اختيار دي ان اس الاول الذي ادخلت او دي ان اس الثاني. واذا لم تنجح الطريقه الاولى ولم تنجح الطريقه الثانيه كذلك فاعلموا ان المشكل لديكم في الراوتر او في شركة الاتصالات التي لديكم. الى هنا نكون قد انهينا حلقتنا والى اللقاء مع حلقة قادمة ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.